برحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما بنقول دايما انه خلاص ده وقت لازم كلنا نبقى بندعم فيه منتخبنا الوطني. بكرة مباراة مصر وجزر القمر، وبالرغم من تأهل المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية، ولكن عايزين نشوف شكل مختلف للمنتخب الوطني، عايزين نشوف أداء ونتيجة تطمننا على منافسات الفريق إن شاء الله في كأس الأمم الأفريقية. هنتكلم أكتر على الموضوع ده وعلى المنتخب الوطني مع نجم الأهلي السابق اللي منورنا كابتن عبد الله فاروق. برحب بيك يا كابتن. مرحبا بيك يا استاذه، ربنا يخليك. خلينا بقى نتكلم على المنتخب بشكل كبير، وعندنا مباراه بكره ونتكلم على مباراه كينيا، لكن خليني اسالك في البدايه كابتن عبد الله، يعني بالرغم من التاهل وبالرغم من النتيجه لكاس الامم الافريقيه طبعا، هل انت مع الانتقادات اللي وجهت للمنتخب الوطني؟ هو يعني انا مش مع الانتقادات بشكل كبير، بس هو كابتن حسام بيدور على حاجه والناس بتدور على حاجه ثانيه. كابتن حسام بيدور ان هو يتاهل افريقيا، يلعب افريقيا يتاهل. الناس بتدور على شكل واداء وشكل المنتخب، فهي الناس بتدور على حاجه وكابتن حسام بيدور على حاجه ثانيه. كابتن حسام اعتقد ان هو خد اللي هو عايزه، يعني اللي هو خلاص تاهل يعني. فغالبا غالبا بكره ان شاء الله نشوف حاجه احسن من ماتش كينيا بكتير يعني. هو كان فعلا بيقول ان دي مرحله تحقيق الهدف. بالظبط، هي بتبقى هي واخدها مراحل، يعني ان هو عايز يتاهل لامم افريقيا، هو خلاص اتأهل، فنشوف بكره ان شاء الله ربنا يكرم بأداء كويس يعني احسن من ماتش كينيا. شفت ازاي طريقه اللعب اللي بدأ بيها كابتن حسام البدري مباراه كينيا والتشكيل؟ يعني كنت بتتفق مع الرؤيه الفنيه كلاعب كوره وانت بتتفرج؟ لا، هو كتشكيل يعني اعتقد ان كان لازم يبقى موجود، لان انا شايف طارق وحمدي اتنين لعبة كويسه جدا ومؤديين، بس بيعملوا نفس الاداء او نفس الواجبات، نفس الوظيفه في الملعب. بالظبط، نفس بس الوظيفه، بس الاثنين لعبة كويسه والاثنين مؤثرين مع فرقتهم بفرقهم بشكل كويس، بس الاثنين شايف بيقضوا نفس الوظيفه يعني، فكان لازم يبقى واحد منهم موجود. زائد النني، النني عنده الحته الهجوميه كويسه، عنده الحته الدفاعيه كويسه، بيعرف يزيد ورا الفراوده بشكل كويس، عنده الشوتينج كويس جدا يعني، مع فرقه ارسنال جايب جوان لسه من اسبوعين، جايب جون شوتينج، ف يعني كان هيبقى فيه اداء احسن في نص الملعب لو النني كان موجود يعني. طيب شايفه ازاي اصلا موضوع النني كله؟ يعني يمكن كنا بنتكلم فيه قبل ما حضرتك تدخل معانا، كنا بنتكلم انه في يعني كلام كتير لانه النني رفض التسخين بين الشوطين عشان كده ما نزلش المباراه، وبعدين النني نفى الكلام ده، وكيل اعماله نفى الكلام ده، يعني في كلام كتير في الموضوع، ويمكن انا كنت بقول انه ده الوقت اللي ندعم فيه اللاعب اللي تعرض لانتقادات كتير وما شفناش من النني قبل كده او من اي لاعب ان هو بيتمرد على منتخب مصر. يعني ما اعتقدش، ما اعتقدش ان النني ممكن يعمل كده، النني اذكى من كده بكتير ان هو يرفض ان هو يسخن، ما اعتقدش يعني. اللعيبه انا يعني من وجهه نظري اللعيبه بتادي في الانديه بتاعتها وبتادي بشكل كويس عشان توصل للمنتخب، فما ينفعش ان انا اجي المنتخب وارفض التسخين، لا ما اعتقدش ان النني يعمل كده خالص. واللاعب بيتعامل دايما باحترافيه كابتن عبد الله، هو يعني راجل محترف ولعب بقاله كذا سنه بره، فخلاص بيتعامل باحترافيه بشكل كبير، فما اعتقدش ان هو هيطلب منه التسخين ومش هي مش هي مش هيوافق ان هو يسخن او مش هيوافق ان هو ينزل. لا، هو اعتقد عقليته دلوقتي بقت محترفه شويه، ففي اي وقت هيطلب منه ان هو هينزل او يبقى موجود، اعتقد ان هو هينزل او هيبقى موجود في الملعب يعني. بس اعتقد انه حق بقى مشروع، انا مش بس هنا بتكلم على النني، على اي لاعب في منتخب مصر ايا كان محترف او مش محترف، ولكن تخيل كمان لو محترف زي النني زي صلاح، بيبقى حق مشروع ان هو يحس بزعل مثلا لو هو ما كانش التغييره الاولى، ما كانش اساسي ولا التغييره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. طبعا طبعا، حق مشروع لاي حد، مش اي حد محترف، اي حد موجود يعني، اي حد بيسعى ان هو يبقى موجود في الملعب ده حق مشروع ليه جدا ان هو يبقى زعلان، بس مش يعني مش هي ما اعتقدش ان هو يعمل تصرفات تدينه في الفرقه، لكن طبيعي ان هو يبقى زعلان مش موجود في الفرقه الاساسيه، هيبقى زعلان ان هو مش موجوده في اول تغييره، خصوصا ان هو غير الاثنين بتاع نص الملعب، فاعتقد ان هو هيبقى زعلان، بس ما اعتقدش ان هو مش هيرفض ان هو يسخن او ينزل يعني، ما اعتقدش ان هو يعمل كده النني يعني. شفت ازاي هدف قفشه في المباراه، واللي هو يمكن الحاجه الوحيده الحلوه قوي في المباراه زي ما انت بتقولي، هو احسن حاجه في المباراه يعني، صلاح لهاني بالعرض مصطفى محمد، فوق جمله حلوه اتعملت، الجمله الوحيده اللي اتعملت، صح، الجمله الوحيده اللي اتعملت كويس وطلعت بشكل كويس راحت جون. فانت لو كنا في مباراه كينيا عملنا جملتين او ثلاثه بالشكل دوت، اعتقد كنت هجيب جون واثنين وثلاثه، لكن اللي هي الجمله الوحيده اللي اتعملت في المباراه كلها يعني. طب كابتن عبد الله شايف ايه، يعني ايه مبررات او ايه اسباب انه بعد اول خمس دقائق اللي هو كان فيه هجمات كتير قوي من جانب المنتخب المصري على مرمى منتخب كينيا، بعد كده يعني الاداء ما كانش افضل حاجه، شايف ايه ممكن تكون اسباب ده؟
والله انا مش عارف ايه اسباب بالظبط يعني. انا يعني هل هي مثلا طريقه اللعب، توظيف اللعيبه بشكل مش افضل حاجه، هل زي ما يعني كتير من الناس تقول انه ما كانش في وقت كافي ان اللعيبه دي تنسجم مع بعض؟ ولكن برضو في راي تاني انا بطرح لحضرتك كل الاسئله او كل الاجابات، انه ما هو اصلا معظم المنتخبات ما بيبقاش عندها وقت ان هم اللعيبه تعمل معسكرات او مباريات وديه، فده مش سبب او مش مبرر. وطبعا ما ينفعش نقول القماشه لانه دي افضل لعيبه الحقيقه، يعني ما فيش اسم فيهم عليه غبار. بالظبط يعني. لا هو مش معظم المنتخبات، كل منتخبات ما بتعملش معسكر كافي ان هي اللعيبه تنسجم مع بعضها. بالزبط. ده الطبيعي في, 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 في كل دول العالم، في اوروبا وفي افريقيا وفي كل حته. بس هو يعني ما اعرفش يعني، ممكن نقول بعد ما جابوا الجون حبوا يريحوا شويه او ارتاحوا شويه او رجعوا لورا شويه فده اثر عليهم، او ممكن الجو برضه هناك ما كانش كويس فممكن يكون اثر عليهم. انا ما اعرفش بالظبط ايه اللي حصل، بس هما بعد الهدف حسيت ان هما رجعوا ورا شويه، ما بقاش يادوا بنفس الاداء اللي هو في اول خمس دقائق بعد ما جبنا الجون. لا لقيتهم رجعوا ورا شويه، ما بقاش فيه استحواذ على الكوره بشكل كويس. طول ما انت فاقد الكوره، طول ما انت عليك ضغط على طول او عليك هجمات، لكن طول ما انت مستحوذ على الكوره او ماسك الكوره بشكل كويس الهجمات هتقل عليك يعني. طب تفسر بان في لعيبه مع الانديه او الانديه بتاعتها بتادي بشكل كويس جدا، بس تيجي مع المنتخب بنشوف العكس في الاداء. وعلى فكره ده مش يعني ده مش في مصر بس، احنا بنشوف برضو ميسي مع الارجنتين غير ميسي مع برشلونه. يعني مش عارف بالظبط، هم يعني ممكن يقول لك بطوله مش مهمه قوي، او التصفيات يعني هنصعد بيها تصفيات افريقيا فما بيقدوش بنفس الشكل، او ممكن يكون خايف يتعور عشان النادي بتاعه، او يعني هي بتبقى عقليات كل واحد وعقليته يعني. هو بيأدي هنا زي ما بيأدي هنا، او هو بيخاف على نفسه شويه، او هو قلقان يتصاب يرجع فرقته تاني يرجع ما يلعبش، فهي بتبقى بس لو هو فعلا لو في حد خايف على نفسه ان هو يتصاب متهيألي يعني ده مش صح قوي. انت المنتخب المفروض يكون رقم واحد، ولا يعني انا بسالك. لا هو انا يعني بالنسبه لي المنتخب اهم. بالظبط. يعني انا بتعب وبادي بشكل كويس وبوصل للتوب فورم في الفرقه بتاعتي عشان اروح المنتخب. يعني انا بعمل بكل اللي عليا في فرقتي عشان اوصل للمنتخب. فاكيد مش هوصل للمنتخب وادي بشكل مش كويس. طب هل شايف ان مفيش انسجام بين عناصر الفريق؟ لا الانسجام قليل شويه يعني، انا حاسس من احساسي ان هو قليل شويه. طب ده ممكن يتعالج ازاي مثلا؟ يعني هو تثبيت التشكيل شويه، حاول تثبت التشكيل، حاول تثبت العناصر. يعني زي ما انت قلت كده في الاول الحلقه، الماتش اللي فات كان بيلعب حمدي وطارق، بكره هيلعب بالسوليه والنني. طب يعني التغييرات كتير بتاثر على الفرق. يمكن مثلا عشان دي مباراه مش بحب كلمه تحصيل حاصل، ولكن يعني قصدي ضمن التاهل فخلاص بيدفع بعناصر جديده بيجرب مثلا. لا بالعكس يعني هيجرب النني، يعني انا جايب واحد من ارسنال اجربه. صعبه شويه بس هو بالعكس، انت بكره الماتش عندك في ملعبك فرقه جزر القمر يعني مش وحشه ومش كويسه، فالمفروض انت بتادي باداء كويس او تحاول تعمل الاداء اللي الناس طالباه منك. او تحاول ترضي الناس اللي هي منتقدك في الماتش اللي فات. المفروض ان انا بلعب بالفرقه كلها كامله او بالفرقه كامله عشان خاطر اعمل اداء كويس واعمل نتيجه كويس، اعرف احسن الشكل اللي حصل في ماتش كيني. فما اعرفش، التغييرات كتير في الملعب بتاثر على اللعيب. طيب عايز اعرف رايك في اداء اللعيبه المحترفين في اللي شاركوا في المباراه اللي فاتت. ما حدش يعني انا من وجهه نظري ما حدش ادى بالشكل المطلوب منه او اللي الناس مستنياه منه. انا عندي محمد صلاح من احسن اربع خمس لعيبه في العالم، مصطفى محمد ما شاء الله ماشي بشكل كويس، تريزيجيه. لا يعني ما انا من وجهه نظري انا ما حدش ادى بالشكل المطلوب منه او اللي الناس مستنياه يعني. الاداء ما كانش كويس جدا يعني. يعني صلاح ما كانش في فورمته، وتريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد. معظم اللعيبه عامه ما كانش في الفورمه بتاعتها يعني، معظم اللعيبه ما كانش في الاداء المطلوب. طب ايه مطلوب منهم يا كابتن لمباراه بكره؟ يعني ايه مطلوب منهم ومن كابتن حسام البدري يشتغل عليه؟ ايه اللي مطلوب يشتغل عليه علشان مباراه بكره دي يعني على الاقل نطمن الجماهير شويه انه لا احنا في يعني خلي بالك، اصل ناس بتقول احنا في التصفيات قدام كينيا، ويمكن كنت بقول كينيا مصنف 104 عالميا وانت يعني بالاداء ده، فناس بتفكر بعد كده بتلعب بقى السنغال، بتلعب المغرب، بتلعب تونس، يعني كلها. ودايما بقول انه مع احترامي المنتخبات دي، منتخب مصر المفروض يعني تاريخه اقوى من اقوى بكتير جدا. بالزبط. فايه المطلوب علشان الفتره اللي جايه؟ لا المفروض بقى يعني ادي انذار للناس،
لبقيه الفرق الثانيه اللي هي عملت كده، عملت الشكل ده. يعني الجزائر وتونس والفرق دي عملت الشكل ده، بتدي انذار لبقيه المنتخبات الثانيه في بطوله افريقيا وفي تصفيات كاس العالم. المفروض ان انا انزل الناس شويه من ماتش بكره. انا ماتش بكره مهم بالنسبه لي جدا، اداء ونتيجه، لازم اعمل اداء ونتيجه كويسين يرضوني ويرضوا المنتخب ويرضوا اللعيبه ويرضوا الناس، وتدي انذار في بطوله افريقيا. انت كده كده خلاص صعدت، فانت اسمك وتاريخك مصر اقوى من زي ما انت قلتي من فرق كتير، فلازم ادي انذار للناس اللي هي للفرق اللي جايه بطوله افريقيا كلها. لازم ادي كويس، لازم اعمل حتى على الاقل اكسب سكور كويس يرضي الناس شويه. الناس شايفه انه روح المنتخب المصري اللي متعودين عليها من زمان بقى لها فتره غايبه. الروح الشخصيه والهيبه بتاعه منتخب مصر بالظبط. بصي، هو عامة لما بيبقى في ما بين انسجام ما بين الجهاز واللعيبة، أو الجهاز قريب من اللعيبة شوية، بتلاقي الروح دي موجودة. أنا غالبا أعتقد إن الفجوة موجودة شوية ما بين الجهاز واللعيبة، في حتة كده الجهاز مش قادر يوصل للعيبة فيها، يعني اللي هي مش قادر يقرب من اللعيبة. طول ما اللعيبة والجهاز قريبين من بعض، زي ما شفنا في جيل كابتن حسن شحاتة، تحس إن الجهاز واللعيبة قريبين قوي من بعض، فالروح بتبقى موجودة أو الأداء بيبقى شكله كويس. بقى أنا أعتقد إن الفترة الحالية دي في شوية فجوات كده موجوده ما بين اللعيبه والجهاز، فهي اللي مخليه الروح مش المطلوب، يعني مش الروح المطلوبه اللي الناس مستنياها. هل عايزه اكلمك برده على نقطه السوشيال ميديا. هل مثلا ممكن يكون في انشغال زائد من اللعيبه بالسوشيال ميديا، ده بيأثر عليهم في المعسكرات في التدريبات، والاراء بقى والانتقادات، كل واحد بيشوف ايه اللي بيتقال عليه، ده بيأثر على اللاعب؟ كل واحد شخصيته. انا كشخصيتي، انا لو انا بشوف حاجه على السوشيال ميديا تأثر عليا ما اشوفهاش. في لعيبه بتشوف الانتقادات وبتشوف الكلام ده كله، ده ما بيشغلهاش، اهم حاجه مركز في ملعبي. لكن في لعيبه فعلا بتبقى بتتاثر بالسوشيال ميديا، يعني لما بيجي واحد ينتقده في السوشيال ميديا ولا ينزل عليه خبر مش كويس بيتاثر. لكن انا اعتقد ان اللعيبه واصله للاحترافيه او العقليه اللي هي الحاجات دي المفروض ما تاثرش فيها. المفروض، لكن ما اعرفش هم الحاجات دي بتاثر فيهم ولا لا، ما مش عارف. بس ايه اللي خلاك شايف انه مفيش انسجام بين الجهاز الفني وبين اللاعبين؟ انا حاسس ان الامور بعيده شويه. قصه الشاره، مين هياخدها؟ محمد صلاح، مش محمد صلاح، كلام كتير. مشكله اني ما رضيش يسخن، الكلام ده كله ما كانش بيحصل، عمرنا ما شفناه في منتخب مصر. لا، في حاجات كتير وفي اخبار بتطلع وفي كلام بيطلع وفي لا، يعني حاسس ان في فجوه شويه ما بين الجهاز واللعيبه. طيب مين اللي مسؤول على حته الانسجام دي؟ مين المسؤول على ان يكون في بين اللعيبه وبين الجهاز الفني انسجام؟ هل هو الجهاز الفني ولا مثلا المفروض يكون في طبيب نفسي هو اللي بيقرب وجهات النظر؟ يعني بتمشي ازاي؟ لا، هي المسؤول الاول والاخير كابتن حسام بدري. انا ما هو الراجل مدير فني للمنتخب، هو المسؤول الاول عن كل الحاجات دي كلها. هو المفروض اللي بيعالج الحاجات دي كلها، هو المفروض اللي بيقرب المسافات كلها، هو اللي بينزل للعيبه شويه او بينزل لقرب لفكر اللعيبه شويه او يشوف هم اللعيبه عايزه ايه وبيحاول يلم الامور دي كلها. هو المدير الفني هو المسؤول، مش هجيب دكتور مثلا نفسي من بره او حد من بره هو اللي يقرب الوجهات. لا، هو المفروض المدير الفني او الجهاز اللي معاه هو اللي بيقرب المسافات دي. هو المسؤول الاول والاخير كابتن حسام البدري. وبرده وجود شخصيه قائد في المنتخب زي مثلا كابتن محمد صلاح بيبقى عليه برده دور وعامل. بالظبط، يعني محمد صلاح والشناوي والنني، في كذا حد موجود كبير عنده حته ان هو يعرف يبقى قائد في الملعب، هي دي برده بتقرب. يعني اللعيبه دي مع الجهاز بيعرفوا يقربوا المسافات شويه مع بعضهم. ايه تقييم حضرتك للتغييرات اللي اجراها كابتن حسام البدري في المباراه، وهل هي كانت السبب في دخول هدف في مرمانا؟ لا، مش السبب في دخول هدف في مرمانا ولا حاجه، بس هي يعني مش التغييرات ما كانتش موفقه. انا بالنسبه لي وجهه نظري انا ما كانتش موفقه بنسبه 100%. يعني اثنين من نص الملعب غيرهم، وعمر جابر اصلا بيلعب باك رايت، تلعبه في نص الملعب، لا مش ما كانتش موفقه بنسبه 100%. طيب شايف بقى ازاي لو اتكلمنا فنيا، ازاي كابتن حسام البدري هيتعامل مع مباراه بكره؟ يعني التشكيل من وجهه نظرك افضل تشكيل ممكن يخوض بيه مباراه بكره؟ افضل تشكيل من وجهه نظرك، يعني الشناوي، هاني، حجازي، ممكن الونش زي ما الونش كان كويس جدا الماتش اللي فات. ممكن نقول مثلا ايمن اشرف باك ليفت او عبد الله جمعه، اي حد فيهم، يعني الاثنين بيأدوا بشكل كويس، وطارق والنني. تمام، وصلاح وقفشه وتريزيجيه ومصطفى محمد. في اصلا اسماء بره اللي خدهم كابتن حسام البدري في القايمه او في المعسكر كنت شايف ان هي المفروض تنضم لمنتخب مصر؟
لا يعني ما اعتقدش، بس هو في حته حراسه المرمى مثلا كانت المفروض ابو جبل وعمونصف مادي بشكل كويس، غير كده ما اعتقدش يعني. طب كان في ناس كتير بتتكلم ان اصلا اختيار كابتن حسام البدري للعيبه من البدايه ما كانش موفق، انت ايه تعليقك لا على ده؟ ما اعتقدش، هو يعني هو اضرب بالمرحله ديت، وهو اضرب اللعيبه اللي تقدر تستحمل المرحله دي. لكن الناس اللي شايفاها، هو شايف حاجه زي ما انا قلت في الاول، هو بيبقى شايف حاجه او عايز حاجه يوصل لها، والناس شايفه حاجه تانية. هو اضرب وهو المسؤول، وهو اللي هيتسال في هو الاخر. بالظبط، هو المسؤول الاول والاخير بالظبط، عن اداء وعن نتيجه. بالظبط، وهو اللي هيتسال في الاخر. يعني لو لا قدر الله ما صعدناش مثلا كاس عالم او امم افريقيا، مين اللي هيتسال؟ الناس ولا كابتن حسام؟ هو كابتن حسام هو المسؤول الاول والاخير عن المنتخب، فهو اللي اضرب بالمرحله ديت مين اللعيبه تبقى موجوده ومين اللعيبه ما تبقاش موجوده، والمرحله اللي جايه مين هيبقى موجود ومين مش موجود. هو المسؤول الاول والاخير عن الموضوع كله كابتن حسام بدري. شايف مين المنافسين لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه بشكل عام؟ مين منتخبات تقلق منها؟ الجزائر مادية بشكل كويس جدا، والنسخه اللي فاتت الجزائر يعني بالظبط خدت اللقب، والجزائر واعتقد اللي هي هتنافس على اللقب المره دي كمان. يعني عندهم لعيبه كويسه جدا، وعندهم روح كويسه جدا، وبيأدوا بشكل كويس جدا، فيعني فرقه كويسه جدا. كوت ديفوار عامله برضو ماتشات كويسه جدا، تونس ممكن شكلها مش وحش يعني، بس شكلها كويس، ففي كذا فرقه هتبقى موجوده يعني. طيب يمكن اتفقنا انه الاداء من اللعيبه في المباراه اللي فاتت ما كانش افضل حاجه، او مش كل حد طلع افضل ما عنده، بالزبط. بس مين لعيبه شفتها كانت مأديه كويس في الملعب بشكل كبير مستواها ثابت؟ الشناوي طبعا يعني مستواه ثابت ما شاء الله، ربنا يزيده يكمل على كده زي ما هو. الونش كان مأدي بشكل كويس جدا. يعني محمد هاني الى حد ما، مش هو مش محمد هاني اللي احنا نعرفه، بس ما كانش وحش بالشكل الكبير. طارق حامد برده كان ماسك نفسه شويه، من يعني من الناس الكويسه اللي موجوده، بس ما اعتقدش ان كان في حد تاني ادى بالشكل المطلوب او اللي الناس مستنياه يعني. طيب مين يعني ممكن نقول في بعض الناس شايفه انه مثلا علشان في تلاحم مباريات الفتره اللي فاتت للعيبه مع الانديه بتاعتها، وكان في المواسم داخله في بعض بسبب كورونا وضغط مباريات، ممكن يكون ده اثر شويه على مستوى اللعيبه؟ ممكن يبقى في شويه اجهاد للعيبه، يعني ده طبيعي جدا ان انا لعيب بلعب كل ثلاث ايام ماتش، فده طبيعي ان انا لعيب ابقى مجهد مع سفر مع رجوع من السفر، فده طبيعي ان هو اللعيبه تبقى مجهده. يعني حتى اعتقد لعيبه الاهلي تبقى مجهده بشكل اكبر شويه، لان هو لسه لاعب ماتش من 3 ايام، وبكره ماتش، ويوم الاربعاء هيسافر ويلعب ماتش يوم السبت، فهتبقى الدنيا اللعيبه مجهده شويه. ده طبيعي ان هو لما لعيب يبقى مجهد الاداء بيبقى مش احسن حاجه او مش المطلوب يعني. طب كابتن عبد الله، كنا يمكن سالنا الناس توقعاتهم لنتيجه مباراه جزر القمر، فعايزه قبل ما اقرا شويه من التعليقات اسال حضرتك، يعني متوقع ايه؟ مش بتتمنى، متوقع ايه؟ والله متوقع، يعني متوقع من كابتن حسام او بمعرفتي بكابتن حسام ان هو الماتش ده هيبقى بالنسبه له حاسم شويه، او هياخد قرارات حاسمه شويه في الماتش ده. يعني الاداء اعتقد ان هو هيبقى احسن شويه من ماتش كينيا، النتيجه ان شاء الله تبقى احسن باذن الله. فيعني اعتقد ان هو هيبقى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. واكيد كابتن حسام يعني نفسه يرضي الجمهور بشكل بالزبط. كبير قوي المباراه دي ماشي تقريبا بقى النتيجه تقريباً. يعني ممكن 2-0. 2-0 مين يجيب الاهداف طيب؟ لا مين يجيب الاهداف ما اعرفش يعني، بننجم يعني ممكن محمد صلاح ومصطفى محمد. محمد صلاح مصطفى محمد ممكن صلاح ما يلعبش اصلا، بس لو لعب لو لعب ممكن يجيب جول، لو ما لعبش يبقى مع مصطفى ماشي. محمد يعني. خلينا بقى نشوف شويه من تعليقات طيب الناس قالوا ايه التوقع للنتيجه. حسام احمد حسام قال 3-1 لمصر ان شاء الله. عمر مصطفى 3-0 لمصر ان شاء الله. محمود مصطفى السيد بيقول 2-0 لمنتخب مصر، زيك يا كابتن ان شاء الله. ان شاء الله. محمد فراج بيقول مصر هتكسب، بس اتمنى الاداء يكون كويس، واتمنى من كابتن حسام البدري يدي فرصه للي ما لعبوش اخر مباراه، ونشوف ونقيم باقي المنتخب. محمود زكي بيقول فوز مصر 2-1، والزعيم بيقول 3-1 لمصر. كمان في محمد احمد بيقول 2-0 لمنتخب مصر. قفشه ومحمد صلاح، احمد جمعه بيقول 3-0 لمصر ان شاء الله، واتوقع ان صلاح هيسجل. محمد رمضان بيقول 2-0 لمنتخب مصر. كريم السيد بيقول 3-0 لمنتخب مصر. محمد فوزي 3-0 لمصر. قفشه وشريف
والسوليه، صلاح محمد 3-0 لمصر، وسامي رشاد 2-0 لمصر، كله بيقول صفر، يعني يا 2-0 يا 3-0. ما ان شاء الله مش هيخش فينا جون. مش هيخش فينا جون، دي اهم حاجه. كان يمكن كنت بقول اللعيبه بتاعت منتخب جزر القمر يا كابتن كانوا بيتكلموا على ان هم مبسوطين جدا ان هم هيلعبوا المنتخب اللي فيه محمد صلاح، وان ده ان هم متابعينه طبعا في ليفربول ومبسوطين بيه جدا، وان ده بيديهم حافز ان هم يفوزوا على منتخب مصر. وكمان اتكلموا مش بس على صلاح، يمكن مدير الفني اتكلم على انه تريزيجيه وقفشه من اقوى اللعيبه في منتخب مصر. هو انا زي ما قلت لك احنا يعني اسم مصر كبير وتاريخ مصر كبير، فالناس كلها بتتمنى تلعب منتخب مصر، تلاعب منتخب مصر. مع وجود محمد صلاح في المنتخب فالناس كلها عايزه تعمل حاجه كويسه قدام منتخب مصر، هتضيف ليهم يعني، هتضيف لتاريخهم ان انت لعبت مصر مثلا في مصر وتعادلت معاهم، خسرت 2-0، خسرت 1-0، بتضاف ليهم. وجود محمد صلاح كمان بيضيف للفرق الثانيه اللي بتلعب قدامه، زي برضو كان لعيب في كينيا قال لك انا كنت اتمنى العب قدام محمد صلاح وخلاص، والفرصه جت ان انا العب قدام محمد صلاح وعمل نتيجه كويسه قدام محمد صلاح قدام منتخب مصر، فدي هتضيف ليهم هم. طب هل حضرتك مع ان احنا نريح بعض العناصر الدوليه في مباراه بكره؟ مش لا مع ده، علشان يبقى في انسجام ويبقى شكل معروف للمنتخب، يبقى شكل ده كويس للمنتخب، ادي بشكل كويس وادي واعمل نتيجه كويسه للمنتخب حتى ترضي الناس اللي هي زعلانه او الناس اللي انتقدتك. طيب يعني نقفل شويه ملف المنتخب، واكيد قبل ما نقفله ان احنا بنتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري وبندعمه وبندعم كابتن حسام البدري، ان هو اكيد هو كمان قلبه على المنتخب وبيشوف افضل طريق او افضل تشكيل ان هو يقود بيه المنتخب لمباراه بكره وكمان مباريات كاس الامم الافريقيه. خلينا بقى نروح للاهلي شويه، نتكلم على استعدادات النادي الاهلي لمباراه المريخ السوداني، ولكن خليني قبل ما نقول ده اقول لحضرتك انه المشاهدين برضو انه في صحيفه بريطانيه 442، انا مش متاكده بريطانيه او ايطاليه، ولكن هي اختارت النادي الاهلي او شعار النادي الاهلي بريطانيه، بياكدوا لي انها بريطانيه، اختارت شعار النادي الاهلي ان هو من افضل الشعارات في العالم، جه في المركز الخامس، طبعا نادي القرن. ده شرف كبير قوي الحقيقه، انه احنا عارفين ان هو من افضل الشعارات في العالم اكيد، ولكن دايما بنفتخر لما بنشوف حاجه زي دي. يعني الشعار جه في المركز الخامس بعد برده انديه كبيره قوي، نادي اسكتلندي ونادي الماني وايطالي، يعني الحقيقه انه احنا نكون في المركز الخامس ومكتوب كده بالتفصيل انه في ايه اجمل من ان انت تكون شعارك نادي القرن، النادي الاهلي يستحق يكون في المكان ده، فالحقيقه حاجه مشرفه جدا. تعليقك يا كابتن. لا انا بالنسبه لي شعار النادي الاهلي رقم واحد في العالم. ايوه انا كنت مستنيه الاجابه دي. لا يعني ده طبيعي، يعني انا بالنسبه لي النادي الاهلي شعار النادي الاهلي ده رقم واحد في العالم، مش الخامس على العالم، رقم واحد في العالم. النادي الاهلي يعني ده بيتي اللي انا اتربيت فيه، ويعني انا بالنسبه لي شايف النادي الاهلي ده حاجه عظيمه طبعا، احسن حاجه في العالم طبعا بالنسبه لي. فده لا يعني خامس على العالم دي قليل على النادي الاهلي خالص، انا بالنسبه لي رقم واحد في العالم. فلا يعني حاجه النادي الاهلي ده العشق يعني طبعا. بس طيب قبل ما نروح بقى لمباراه المريخ، خلينا اسال حضرتك على رايك الفتره اللي فاتت، يعني شايف ازاي بقى موسيماني يتعامل مع الفريق الفتره اللي فاتت والاستعدادات لافريقيا، وانه في ضغط مباريات كتير، ولكن الفريق يعني كان موجود في كل المباريات الحاسمه. لا يعني هو الاستعدادات اللي فاتت اعتقد ان اللعيبه قدرت تريح شويه بقى من ضغط الماتشات اللي فات، خدوا اجازه كويسه، بداوا يستعدوا كويس لمباراه المريخ، مباراه مهمه جدا طبعا محتاجين ان نكسب فيها. فلا يعني ان شاء الله استعداد كويس، انا شايف ان هو استعداد كويس جدا، وربنا يكرم ان شاء الله ونكسب الماتش باذن الله ان شاء الله. طيب شايف بقى زي مباراه المريخ يعني قد ايه هي مهمه الفتره اللي جايه؟ بالنسبه للنادي الاهلي مهمه جدا ان احنا نكسب المريخ عشان ماتش سيمبا عندنا نكسبه ونتصدر المجموعه يعني. بيقولوا ان المريخ بيقول ان هو هيدخل جماهير. هيكون في جماهير فعلا، ده اللي هو اتقال انه 80% اعتقد، خلينا نتاكد، بس هو هيكون في يعني جماهير في المباراه على حسب ما اعلن نادي المريخ. شايف ان ده هياثر؟ يعني مش هياثر قوي، احنا يعني الحمد لله لعيبه النادي الاهلي عندها من الخبرات ان هي تعرف تتعامل مع المواقف ديت، بس هيدوا دفعه شويه لفرقه المريخ، بس ان شاء الله نقدر نتعامل مع الموقف ونقدر ربنا يكرمنا ونكسب باذن الله يعني. هل بعد الخبرات الكبيره دي كلها بالنسبه للجيل الحالي النادي الاهلي وان هو يحصل على الميداليه البرونزيه بكاس العالم للانديه ويلاعب انديه زي بايرن ميونخ وبالميراس البرازيلي، موضوع الجماهير ده لسه ممكن ياثر على بعض اللعيبه وجود جماهير للخصم في الملعب؟ ما اعتقدش اللعيبه لعبت في كاس العالم للانديه برضه في وسط جماهير كتيره موجوده، فما اعتقدش ان هو يقدر ياثر عليهم يعني. لا يعني اللعيبه وصلت للخبرات والشخصيات
يعني كل واحد بقى عنده شخصيته ان هو يقدر يلعب في المواقف ديت وقدام الجماهير، فما اعتقدش ان هو ياثر عليهم يعني في حاجه. طيب هما الحقيقه في انه دلوقتي بيتقال ان السلطات السودانيه منعت حضور اي جماهير في مباراه الاهلي والمريخ السوداني، مش هيبقى فيه جماهير. طب كويس، يعني هي حاجه كويسه برضو، يعني انا يعني في جماهير او ما فيش جماهير ما اعتقدش ان هو ياثر على لعيبه النادي الاهلي، بس ممكن يدي شويه دفع لفرقه المريخ. لكن طالما ما فيش جماهير خلاص يبقى الامور اسهل يعني شويه واحسن ان شاء الله يعني. طيب عندنا بقى مباريات كتير قوي الشهر اللي جاي، 8 مباريات للنادي الاهلي على مختلف البطولات وضغط مباريات كبير جدا. شايف انه الفتره دي مفروض خلاص بقى يبقى في الدفع بعناصر جديده، لانه موسيماني هيحتاج كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي. لازم يعني اعتقد ان هو المباراه اللي هي الحاسمه زي مثلا مريخ وسيمبا يعني اعتقد ان هو هيثبت التشكيل فيها، لكن مباراه الدوري اللي هي اقل شويه لا ممكن يبقى فيه عناصر جديده داخله في الفرقه ولازم يبقى موجود كده يعني عشان خاطر الاجهاد وعشان خاطر كل شويه كل 3 ايام ماتش ولا كل 4 ايام ماتش، فهيبقى اجهاد كبير قوي على اللعيبه، فلازم يبقى فيه عناصر جديده موجوده يعني. بشكل عام شايف ازاي المنافسه في الدوري المصري الموسم ده؟ هل هي صعبه سهله يعني زي الموسم اللي فات ولا لا؟ لا انا بالنسبه لي شيء يعني الموسم دوت كنت متوقع حاجات مش لاقيها دلوقتي يعني لا المنافسه اسهل شويه، بس طبعا ده مش معناه ان لعيبه الاهلي مثلا ما تاخدش كل ماتش بجديه، لا هو يعني انا بالنسبه لي المنافسه اسهل شويه، بس لازم لعيبه الاهلي تاخد كل ماتش بجديه عشان تقدر تحسم الدوري من بدري يعني. طب ايه كنت متوقعه ومش لاقيه؟ كنت متوقع فرق كتيره تبقى احسن من كده، زي بيراميدز مثلا جايب لعيبه كتيره ولعيبه كبيره، فرق تانية دجله مثلا مش مكانه، المقاولين اللي كان مادي بشكل كويس السنه اللي فاتت مش في مكانه السنه دي، ففي كذا فرقه كنت متوقع لها احسن من كده، لكن السنه دي ما ادتش بالشكل المطلوب يعني او بالشكل اللي الناس مستنياه. مين اكتر اللعيبه اللي شايفها في الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي كانت ثابته قوي على مستواها ومادية بشكل كبير؟ معظم اللعيبه يعني معظم اللعيبه الشناوي اللي بدر بنون طبعا ده يعني فرق كتير جدا في خط الدار بتاع النادي الاهلي، محمد هاني كان مادي بشكل كويس، نص الملعب سواء ديانج او السوليه او حمدي الثلاثه مادين بشكل كويس جدا، قفشه كان مادي برده بشكل كويس ومستواه ثابت يعني في كذا لعيبه، هو مش لعيب واحد او اثنين لا هم اللعيبه كلها ما شاء الله مأديه بشكل كويس يعني. ايمن اشرف رجع انتظم في التدريبات من النهارده الحمد لله، كان عنده رشح في الركبه، واحنا بنتكلم على الناحيه النفسيه وانه لازم يكون في ترابط بين الجهاز الفني والمنتخب او لعيبه المنتخب. خليني اسالك، شفت ازاي تعامل موسيماني بقى مع لعيبه النادي الاهلي نفسيا سواء اللعيبه المصابه او غير المصابه الفتره اللي فاتت؟ لا هو يعني بقول لك هو المدرب هو المسؤول، هو المسؤول وهو اللي بيعرف يلم اللعيبه بتاعته. موسيماني بيتعامل مع اللعيبه بشكل كويس جدا، بيخلي اللعيبه تحبه او في ترابط ما بين الجهاز واللعيبه، فلما بتيجي بننزل الملعب بتلاقي اللعيبه بتادي بشكل كويس او يعني بتعمل اللي عليها او بتعمل المطلوب منها من موسيماني. الفجوه اللي كانت موجوده اللي انا بتكلم فيها ان هي موجوده في المنتخب مش موجوده في النادي الاهلي، فده اللي مخلي شكل النادي الاهلي او اداء النادي الاهلي بالشكل دوت. بكل بطوله بتلاقي اللعيبه في روح وفي حماس وفي قلب، في اداء كويس، المطلوب بيتنفذ، فلا دي حاجه مهمه جدا وحاجه كويسه جدا. هل الفجوه دي كانت موجوده وقت فايلر ولا لا برده كان في ترابط؟ لا ما اعتقدش ان هي كانت موجوده يعني برده كان النادي مادي بشكل كويس، ما كانش في ايام فايلر ما كانش في خساره الا ماتش او ماتشين، فلا كانت يعني برده ماشيه بشكل كويس يعني. طب هل بحكم ان مستر موسيماني جنوب افريقي وعارف اجواء افريقيا والادغال وكل حاجه بيعرف يتعامل بشكل كويس مع المباريات اللي زي دي، مباريات افريقيا؟ طبعا يعني في بطولة افريقيا اللي فاتت لقيناه بيتعامل بشكل كويس او بيعرف بيدي كل مباراه حجمها او اللعيبه اللي المفروض تادي في المباراه، فلا يعني بيعرف يتعامل مع 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 بطوله افريقيا بشكل كويس او مع مباريات افريقيا بشكل كويس او الفرق الافريقيه سواء بره ملعبها او جوه ملعبها. بالرغم ان هو جه يمكن في وقت دايما بنقول انه يعني كان فاضل وقت قليل قوي على مباراه الوداد وكان وقت حاسم وفايلر مشي وانت محتاج انك تاخد البطوله دي، بس النادي الاهلي معروف ولاعيبه النادي الاهلي معروفه لافريقيا كلها وللعالم كله يعني، ولكن كان تحدي برضو بالنسبه له كمدرب. بس هو كان مدرب كويس جدا واداؤه باين في الملعب ان هو عنده اداء وعنده تكتيك وعنده شكل كويس في الملعب، ومع لعيبه الاهلي برضو معروفين والنادي الاهلي معروف، فلا ده مسهل الامور شويه. مين اكتر اللعيبه اللي شايف ان موسيماني عارف يطلع منها افضل ما عندها؟ انه موسيماني اللاعب ده قبل موسيماني كان حاجه وبدا يظهر بشكل مختلف وبيتطور بشكل كبير بعد ما مستر موسيماني مسك النادي. ايمن اشرف
يعني مأدي بشكل سواء بيلعب مساك او بيلعب باك ليفت اداؤه مختلف تماما. ياسر ابراهيم مأدي بشكل كويس جدا. قفشه طلع كل حاجه عنده وعنده تاني وهيطلع تاني. حمدي فتحي تطور بشكل كبير جدا وبشكل كويس جدا. ففي كذا لعيب لا يعني هو قدر يطلع من اللعيبه اللي هم اللي جواهم يعني او اللي هو عايزه منه. طب بتشوف ازاي كابتن انه بالرغم من ان النادي الاهلي ماشي بشكل كويس قوي سواء الموسم اللي فات او الموسم ده وبيحقق نتائج كبيره، ويعني حتى لما خسر يعني موسيماني اول مباراه خسرها يمكن كانت مباراه بايرن ميونخ بعد فتره طويله، ولكن برضو بتلاقي انتقادات كتيره قوي على النادي الاهلي، على موسيماني، على اداء النادي الاهلي ونتائج. بتشوف ده ازاي؟ ما هي الناس بتبقى عايزه اداء النادي الاهلي على طول عالي. لا انا مش بتكلم بس من جانب جماهير النادي الاهلي، مفهوم ان جماهير النادي الاهلي بتبقى قلبها على الفريق بالزبط. لا من بره بقى، ما من بره ده ما عايز يوقع النادي الاهلي. يعني اي حد بره النادي او بره جماهير النادي بيبقى عايز يوقع النادي الاهلي. فلازم انتقد، لازم هقول الاداء مش وحش، الاداء وحش، الاداء مش عارف ايه. فالطبيعي ان هو عايز يوقع النادي الاهلي، عايز يوقع المنافس بتاعه، او عايز يخلي النادي الاهلي في مكانه مش مكانته. فده الطبيعي ان الناس اللي بره النادي او جماهير النادي دي عايز تنتقد وخلاص، عايزه تقول اي كلام عشان توقع النادي الاهلي. وما اعتقدش النادي الاهلي بيتاثر بالكلام ده خالص يعني. اكيد وقت لعبك للنادي الاهلي كنت بتتاثر بانتقادات او غيره ولا ما؟ لا يعني كان وقت لعب النادي الاهلي كانت السوشيال ميديا اقل شويه ده من احسن دلوقتي كابتن بكتير. يعني ولا ممكن تكون السوشيال ميديا بتنجم برضو، فهي في نفس الوقت يعني زي ما هي ليها النيجاتيف او السلبيات بتاعتها ليها ايجابيات. بالظبط، هي ليها ايجابيات وليها سلبيات، هي يا تنجمك يا اما تنزلك. يعني انا لو في السوشيال ميديا مثلا لو الدنيا معايا كويسه وبتاع والناس بدات تتكلم كويس فخلاص انا كده اتنجمت. لكن لو خلاص الناس بدات تنتقد وبتاع فخلاص هتوقعك. لكن هي ليها ايجابيات وليها سلبيات. لكن احنا ايام انا كنت بلعب كانت السوشيال ميديا اقل شويه من الفتره دي يعني اقل كتير كمان، فما كانتش الحاجات دي بتفرق معانا في حاجه يعني. شايف ان في لعيب بشكل عام، مش بتكلم على لعب في النادي الاهلي، السوشيال ميديا يعني خسفت بحقه الارض او وقعته او نزلته او ظلمته؟ مش ظلمته يعني، هي في لعيبه بتتاثر بالسوشيال ميديا. يعني انا المفروض ان انا السوشيال ميديا دي حاجه بالنسبه لي يعني حاجه عابره كده بالنسبه لي، ما اتاثرش بيها يعني. اللي اتكلم يتكلم او اللي ما بيتكلمش فارق معايا حاجه، المهم ان انا في ملعبي كويس وفي ادائي كويس وفي ماتشاتي كويس، الباقي ده خلاص انا برميه ورا ظهري يعني ما بيأثرش معايا في حاجه. لكن خسفت بيه الارض دي ما يعني ما هو اللي بقى المشكله عنده مش المشكله في السوشيال ميديا يعني. ان انا تركيزي زياده عن اللزوم في السوشيال ميديا هيأثر عليا فخلاص هيبقى مركز. قصدي اتعرض لحملات كتير يعني صعبه في كتير يعني، انا مش متذكر اسامي دلوقتي بس في اعتقد ان في كتير في العكس يعني. حد ما خد نجوميه بزياده؟ لا ما يعني مش هقول بالظبط يعني، انا عارفين يعني السؤال ده بس في طبعا طبعا في، بس مين لا ما اعتقدش ان انا ممكن اقول بس في عشان اقول لا طيب ايه اكتر الذكريات اللي فاكرها ليك مع النادي الاهلي، افضل اللحظات اللي عشتها مع النادي الاهلي؟ لحظات كتيره جدا يعني. قولها لي بقى. انا مجرد وجودي في النادي الاهلي دي لحظات سعيده بالنسبه لي يعني، حتى ان انت تلعب مع جيل العظماء زي ما بنقول، فده حاجه بالنسبه لي اسعد اللحظات يعني. ان انت موجود في اوضه واحده مع ابو تريكه وبركات ومتعب وفلافيو وسيد معوض وجلبرتو واحمد فتحي واحمد حسن، لا يعني مش عايز انسى حد، وكابتن وائل جمعه طبعا لا اسامي كبيره، دي بالنسبه لي لحظات سعيده ومش هنساها في حياتي خالص يعني. مين كان اكتر لاعب قريب ليك؟ لا احنا يعني كلنا قريبين من بعض، بس عشان يعني كان السن لسه قريب شويه من بعض، كنت انا وعاشور واينو مثلا واحمد عادل وشبيطه والشناوي وبتاع، وكان كابتن احمد حسن بينزل يقعد معانا شويه كده بينزل هو اللي متبنينا في الفرقه يعني العميد. بالظبط، فعشان احنا بس كان سننا قريب من بعض شويه فعلى طول كنا مع بعض يعني. لكن الفرقه كلها كانت قريبه من بعض على طول يعني. كان في فكره انه طبعا الجيل الاكبر بيساعد الجيل الصغير على طول يعني، بيتعامل معاه انه ازاي يتعامل مع الضغط وكده جدا يعني. يعني انا فاكر اول مره مثلا اطلع اتمرن مع فرقه اول كان عندي 18 سنه او 17 سنه، لا يعني ابو تريكه كابتن ابو تريكه يجي لك وبركات واحمد حسن والناس دي تيجي تتكلم معاك وما تقلقش وما تخافش لا ده يعني على طول الثقافه دي موجوده جوه النادي الاهلي يعني. بتشيل الضغط من عليك يعني، انت مجرد بس من حد من الناس دي بيجي يتكلم معاك بيشيل الضغط من عليك، انت اصلا طالع مضغوط ان انت هتلعب مع وسط النجوم دي كلها، لما حد يجي يتكلم معاك بيشيل الضغط من عليك تماما يعني. فدي على طول موجوده، الثقافه دي موجوده يعني، اللعيبه الكبيره بتروح للعيبه الصغيره بتتكلم معاها بتطلعها من الضغط اللي هي تبقى موجوده فيه يعني. هل كان في فتره صعبه عليك مرت في مشوارك في كره القدم بشكل عام؟
فتره صعبه عليا، هي خلاص بقى اخر فترات اللي انا قررت ان انا اعتزل فيها دي. دي كانت اصعب حاجه بالنسبه لي، ان انت تبعد عن حاجه انت بتحبها ديت، دي اصعب حاجه بالنسبه لي يعني. ازاي طلعت من ده؟ ازاي مين اكتر حد وقف جنبك او اكتر الناس اللي ساعدتك في ده؟ يعني كان اهلي بقى موجودين جنبي، يعني كان طبعا والدي والدتي، كانت مراتي ولادي، كان يعني كان الناس دي على طول، طول ما هي واقفه جنبي وفي ظهري لا يعني على طول بتطلع من الجو ده يعني. مع اللي هو انا خلاص اعتزلت وبطلت، فبدات ان انا اخش في التمرين ان انا ابدا ادرب، فيعني خلاص الامور عدت يعني الحمد لله كويسه. الحمد لله. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عبد الله فاروق. مرحبا بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن عبد الله فاروق نجم الاهلي السابق. منورني تاني يا كابتن. الله يخليك يا سارة. اتكلمنا في كل حاجه، المنتخب والاهلي. بالظبط. طيب كنا بنتكلم على مشوار حضرتك، وقلت لك اسالك سؤال خفيف كده بس، يعني عايز اعرف في قرار ندمت عليه خدته في حياتك، او قرار كمان لو رجع بيك الزمن تاخده زي ما هو، قرار وقرار قولي. قرار ندمت عليه ان انا مش من النادي الاهلي. يعني القرار ان انا امشي من النادي الاهلي ده اللي انا اللي خدته، يعني انا القرار اللي انا خدته، لقيت الامور صعبه شويه فانا خدت قرار ان انا امشي، ده القرار اللي انا ندمت عليه وندمان عليه لحد دلوقتي عامه، يعني ان انا امشي من النادي الاهلي ده حاجه صعبه جدا يعني. بس قرار بقى لو رجع بيا الزمن هاخده هو نفس القرار، ان انا يعني في الاول والاخر برجع لبيتي اللي هو النادي الاهلي، يعني انا اول ما بطلت كوره فكرت ان انا ارجع اشتغل مدرب في النادي الاهلي يعني. فانا ده قراري ان انا النادي الاهلي رقم واحد عندي في اي حاجه عامه، يعني اللي هو لو طلبني في اي حاجه انا النادي الاهلي، يعني انت عارف النادي الاهلي ده بالنسبه لاي حد اتربى في النادي ده العشق يعني، او ده بيتي. أكيد. انا عشت في النادي الاهلي اكتر ما عشت في بيت اهلي عامه يعني. فالنادي الاهلي لو طلبني في اي حاجه او في اي وقت انا ما اقدرش اقول لا في اي حاجه يعني. لما بتشوف بعد ما خدت القرار ده وخلاص وبتقول ندمان عليه لحد دلوقتي، لما بتشوف حد بياخد القرار ده تاني من الاجيال اللي بعد كده، بتبقى عايز تقول له ايه؟ او لو حد بيستشيرني في القرار ده بقول له ارجع عنه تماما يعني. النادي الاهلي عامه يعني انت موجود في النادي الاهلي ده انت في حته كبيره جدا او في مكان كبير جدا يعني. اللي هو انت قرر تمشي من النادي الاهلي ده بقى صعب يعني. تمشي من النادي الاهلي انت تحترف بره مصر عامه، لكن تمشي النادي الاهلي الفرقه جوه مصر ما اعتقدش ان في مصر فرقه زي النادي الاهلي او كيان زي النادي الاهلي او مكان زي النادي الاهلي يعني. فلو بيستشيرني لا اكيد هقول له ارجع عن القرار ده تماما يعني. بشكرك جدا كابتن عبد الله، نورتني النهارده. ربنا يخليك والله، انا مبسوط جدا انا كنت معاكي وحوار جميل جدا يعني، انا اتبسطت جدا بصراحه. وانا اتبسطت اكتر، واكيد ان شاء الله المشاهدين كمان يكونوا اتبسطوا. بشكر حضرتك وبشكر حضراتكم على المتابعه، شكرا جدا، ودايما في ظهر منتخبنا زي ما بقول. بكره مباراه مهمه لمنتخب مصر، نتمنى التوفيق، نتمنى اداء ونتيجه مشرفه تليق باسم منتخب مصر. بشكر حضراتكم، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.